بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت برحمتك إذا شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سموا بسم الله كده حبايب الطلاب وتوكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله. نتناول النهاردة إن شاء الله مراجعة فصل الثاني من قصة وإسلام. طبعا تعرفين إن من خلال المراجعات ديت لنا أهداف بنحققها. الهدف الأول هو الإجابات الناقصة للأسف الشديد اللي الطلاب بتوقع فيها كتير، بنحاول نعالجها في المراجعات دي. الإجابات الناقصة اللي الطلبة بتقع فيها كتير بنحاول نعالج من خلال هذه المراجعات، من خلال سين وجيم نموذجية بوريك ازاي الإجابة بتكون انت سعادتك كاتبها ناقصة كتير، ودي خطر جدا ومش هتيجي الا بالحل والتصحيح. الحاجة التانية اللي بعالجها في المراجعات دي ان شاء الله بإذن الله اللي هي الاختياري من ما بين أقواس، والتقارب الشديد اللي بيحصل ساعات في امتحانات ثانوية عامة، وازاي نفكر نختار مش زي نعمل حادي بادي. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة اللي بنعالجها من خلال المراجعات دي الحقيقة هي ان انا وصلك بإذن الله انا وانت ربنا يعيننا ونوصل لمرحلة الاتقان، اتقان الاجابة عموما سواء في الاختياري او في الاجابات الناقصة، بالاضافة الى تطبيقات نحوية بنعملها على فصل واسلاما. كل فصل بنعمل عليه تطبيقات نحوية وبنناقش قضايا نحوية مهمة جدا تفيد الطلاب بكل المراحل على فكرة، وبتراجع القديم وبتثبت الجديد وبتعلمك الجديد كمان اللي هو لسه ما تعلمتوش. فان شاء الله حبايب الطلاب نتفائل خيرا كده. قلنا لنا ثلاث اهداف: الاجابات الناقصة نعالجها، الاختياري ما بين اقواس نعالجه، التطبيقات النحوية الجميلة اللي هنستفيد منها. بقى كده وتوكلوا على الله وكل يمسك قلمه. تعالوا بقى نخش في الجد بقى ونتوكل على الله. يلا نتوكل على الله بقى، ادي الفصل الثاني قدام سعادتك اهوت. تعالوا نعمل الاول مجموعه من الاسئله النظريه على الفصل، وبعد كده نخش في الاختياري. اول حاجه هو كل الاسئله علل زي ما انت شايف كده. اول حاجه بيقول لي علل استشاره جلال الدين للمنجم. الاجابه بسيطه جدا: كاغلب ملوك عصره، لانها كانت عاده في عصر جلال الدين. ما تقوليش لانه كان طالع للحرب، لا دي مش اجابه. مش تقول لي يعني في، انا شفت بعض الاجابات الطلاب كاتبه ان جلال الدين استشار المنجم عشان طالع من الحرب او عشان يقرا له الطالع. طب انا بقول لك ليه هو عمل كده، ليه هو جاب المنجم يقرا له الطالع؟ لانها عاده من ايام ملوك عصره. السؤال اللي بعده بيقول لي اختلاط مشاعر جلال الدين بعد سماع نبوءه المنجم. طبعا هتقول له فرح لانه علم انه سيهزم التتار، وحزن لان التتار سيهزمونه، ولكنه احتار في امر الغلام الذي لم يقل المنجم صراحه انه من صلبك وانما قال في اهل بيتك. بعد كده بيقول لي قلق ممدود بعد سماع نبوءة المنجم. طبعا رغم ان ممدود لا يصدق كلام المنجمين، الا ان ممدود شعر بقلق شديد لان كلام المنجم جذب انتباهه الى امر خطير قد يحدث. ما هذا الامر؟ هو اذا ولدت زوجة السلطان بنتا وولدت زوجة ممدود اللي هي اخت جلال الدين ولدا، بالتالي سينتقل الملك من بيت جلال الدين بعد وفاة جلال الدين الى بيت ممدود، اذ ان هذا الغلام سيصير هو الخليفة الطبيعي او ولي العهد الطبيعي لانه سيصبح اكبر الذكور. فهذا الامر اقلق ممدود. طبعا لو وقفت لغايه هنا غلط. ليه يا استاذي كده الاجابة ناقصة؟ اقلقه ليه؟ لان ممدود يعلم حرص الملوك على ان يظل الملك في اولادهم، ولو كلفهم ذلك ان يقتل او ان يقتلوا او ان يفعلوا اي شيء فقد يدفع ذلك الى قتل الغلام في السر، قد يدفع ذلك جلال الدين الى قتل الغلام في السر. فانت لو سمحت تقول لي نص الاجابه الاولاني ان هو اللي قلنا عليه اللي هو انه جذب انتباهه ان زوجة السلطان او انتقال الملك عموما. طب ايه اللي قلقه بقى لما انتقال الملك؟ ما جايز ممدود ده راجل طيب، جايز جلال الدين ده راجل طيب مش هيقول حاجه. لا، تكمل الاجابه اللي هو ايه: علم ممدود بحرص الملوك الشديد على ان يظل الملك في اولادهم وقد يدفع ذلك الى قتل الغلام في السر. فلو سمحت زود الاجابه ديت لان انا متاكد انه معظمكم ما كتبهاش الا ما رحم ربي. السؤال اللي بعديه بيقول لي عدم مواصله جلال الدين قتال التتار رغم هزيمتهم. السؤال ده بقى طبعا سهل زي ما انت عارف. الحقيقه طبعا ده يرجع لسببين: السبب الاول لكي يستريح جيشه، السبب الثاني حتى يعيد بناء جيشه من جديد. يعني والحاجتين: حتى يريح جيشه ويعيد بناءه من جديد. بيقول لي توعد جنكيز خان بالانتقام من جلال الدين. الحته ديت الاجابه ديت صلي لي على النبي كده بقى، صلي على النبي يا بنتي وركزي معايا، لان في هنا جلال جنكيز خان اتغاظ مرتين.
خلي بالك جنكيز خان اتغاز مرتين. مره لما جلال الدين بعت له رساله قال له متى واين تريد الحرب كاستهزاء به، والمره الاخرى عندما علم ان ابنه اللي هو قاد جيش الانتقام قد هزم جيشه وقد قتل في المعركه. طب اكتب من هنا يا استاذ، اكتب الاثنين لو سمحت. ده انا اوصي بقى حبايب الطلاب اللي عايزين يجيبوا اعلى درجات في العربي، انك لو سمحت في اجابات ساعات السؤال بيبقى مفتوح، يعني السؤال ساعات بيحتاج الطالب اللي مذاكر كويس هيلاقي ان في كذا احتمال، اكتب الاحتمالات ثلاثة او الاثنين مش هتخسر حاجة فما تخافش. يبقى كده فعلا هنا تقول له توعد جنكيز خان، نقول له مرة لان جلال الدين ارسل اليه برسالة يتوعده فيها او يستهزئ به فيها ويقول له متى تريد واين تريد الحرب. الحاجة الثانية عندما قتل ابنه ايضا توعد ان ينتقم له. السؤال اللي بعد سؤال حلو قوي اللي هو بيقول مخاوف جيهان خاتون وعائشه خاتون رغم الانتصار. الحته دي كده من ما بين السطور لو انت قريت الفصل الاول الفصل الثاني بعنايه هتلاقي ان جلال ان عائشه خاتون وجيهان خاتون بيقول كيف تامنان لسطوات الغير. الغير هنا معناها تقلبات الاحداث، يعني كيف تامن جيهان خاتون وعائشه خاتون لتقلبات الاحداث. طب ليه؟ وقد رايا، هما الاثنين شافوا ايه؟ شافوا خوارزمشاه وهو في أوج سلطانه، يعني أوج سلطانه يعني في قمة سلطانه، وكيف هزم بعد ذلك ومات شريدا طريدا في بلاد في جزيرة النائية وجزيرة طبرستان. هذا الذي دفع جيهان خاتون وعائشة خاتون إلى القلق، فرغم انتصارات جلال الدين على التتار إلا أنهما لا يأمنان غدر الزمان وسطوات الغير. قل لي هزيمة جلال الدين يوم النهر، الحتة دي برضو سؤال مفتوح. ليه؟ لأن في كذا سبب. هو صحيح السبب الأساسي والجوهري والأول اللي معظمكم كاتبينه اللي هو انفصال سيف الدين بغراق اللي هو اللي في معركة كابل، أرجو أن الناس تكون حافظة الاسم ده، سيف الدين بغراق الذي كان سببا في انتصار جلال الدين بخطته العبقرية في معركة كابل هو السبب الأساسي أيضا في هزيمة جلال الدين يوم النهر. لماذا؟ لأننا نذكر أنه قد انفصل بسبب الغنائم بأكثر من 30,000 من خيرة الجنود، هذا هو سبب. طب إيه رأيك؟ ما في أسباب أخرى؟ ما احنا ممكن نقول كمان كثرة جيوش عدد التتار وجنكيز وغيظ جنكيز خان واحكامه لهذا الجيش رغبة في الانتقام. جنكيز خان قاده بنفسه، يدل على مدى رغبة جنكيز خان في الانتقام من جلال الدين. إذن أيضا توحد التتار. ممكن أيضا ندخل في الموضوع موت ممدود، فكان لما ممدود جلال الدين قلنا عليه فقد ركنا من أركان دولته ووزيرا عظيما وبطلا مغوارا. أيوة كل ده يحتمل الإجابة، فلو سمحت ياريت تكون أنت يعني بتجمع الإجابة ومش بتسمع وخلاص، ياريت تبقى مجمع مش مجرد بتسمع. حلوة دي حلوة دي، ياريت تبقى مجمع مش مجرد بتسمع. ماشي يا ريس. بقولك بعد كده إغراق جلال الدين لنسائه في نهر السند، أظن طبعا كلكم بتقولوا معايا دلوقتي حتى لا يقعنا سبايا في أيدي التتار. بقول تقليد أحد خواص جلال الدين لصوته أثناء عبور النهر. طبعا كلنا نفتكر أن السبب الأساسي في كده هو أن الجنود عندما انقطع صوت جلال الدين فبدأ كثير منهم يستسلمون للموت يأسا، ولكن هذا الرجل فطن لذلك فقلد صوت جلال الدين لكي يشجع الجنود على العبور الناحية الأخرى، ونجحت خطته فعلا. في ناس ساعات بقى ايه حرصا على الاجابه، يعني برضه انا زي ما اتكلمت عن الناس اللي بتستهتر في الاجابه القليله بلاقي ناس بقى بتزودها قوي. يعني هنا ما قلت تقليد احد خواص جلال الدين، هو طبعا طالب مخلص يقوم يعمل ايه بقى، يقول الحته اللي انا قلتها وبعدين يحكي بقى وظل الجنود يعانون وبداوا يتخففون مما يسبحوا مما يعني يحملونه من سيف وعبروا الناحيه الاخرى وفي الصباح مش عارف. يا عم بس 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 صلى على النبي، انت هتحكي كمان في الصباح عملوا ايه وبعد 3 ايام لقوا جلال الدين؟ يا راجل يا طيب يا بنتي خلاص. هو السؤال كده برضو الزائد، في مثل يا اولاد اسمعوني، الزائد اخو الناقص. يعني ايه الزائد اخو الناقص؟ اللي بيزودها قوي غلط واللي بينقصها قوي غلط. خير الامور الوسط، الاجابة الوسطية اللي هي ما تشعرش انك طولت قوي زيادة عن اللزوم ولا تشعر ايضا انك انت اتكلمت قليل قوي. تعال بقى بيقول لي بقاء جزء من جيش جلال الدين رغم سهام التتار. هي دي الاجابة هنا كلمتين، سدول الظلام. يعني ايه سدول الظلام؟ سدول يعني نزول الظلام. بحكتب كده بس يا استاذ؟ ايوه هي دي بقى محتاجه، او مش انت قلت ما تختصرش؟ ايوه حبيبي انا قلت ما اختصرش، بس هي الاجابه مش محتاجه اكتر من كده. تمام. احزان جلال الدين في نهايه الفصل. دي حلوه بقى. بص انا هحفظها لكم، انا عارف الحته ديت انتوا عارفينها بس بتتلخبطوا فيها. بص جلال الدين فقد ايه؟ بص ابوه وامه وزوجته واخته واولاده، شوف العيله كلها ومراته يعني مراته قلناها وزوجته صح؟ يبقى الاب والام والاخت والزوجه والاولاد. أبوه مات في جزيرة نائية، وأمه وأخته وزوجته ماتوا في النهر لما أغرقهم حتى لا يقعن سبايا في أيدي التتار،
وبدر الدين ابنه كان التتار قبضوا خطفوه وذبحوه ذبح الشاة. اما محمود وجهاد فلا يعلم مصيرهم، وملكه ضاع وانطوى بين عشية وضحاها، وجيشه انفرط ولم يبقى منه الا ايه، الا 4000 جندي. يا سبحان الله. شوف بقى، يبقى نقول ايه، هم 6 حاجات فقدهم: الاب والام ها والزوجة والاولاد والملك والجيش. كل هذا فقده جلال الدين، ورغم هذه الاحزان الا انه قرر ان يواصل المعركة. ليه يا استاذ؟ علشان ينتقم من التتار. تعال بقى اوضح، بيقول لي كيف استشهد ممدود. كيف استشهد ممدود؟ ممدود طبعا هتحكي لي عن معركة هراء باختصار. تقول لي بعد ان ابلى بلاء حسنا في معركة هراء، جرح جرحا غائرا، عاد بسببه محمولا على محفة الى غزنة، والتمس له جلال الدين امهر الاطباء ووعدهم بمكافآت كبيرة انهم استطاعوا شفاءه، ولكن ممدود كانت حالته تسوء يوما بعد يوم الى ان نطق الشهادتين. وقبلها كان قد اوصى جلال الدين بعدة وصايا. اهي الوصايا جاية اهي، ما تكتبش الوصايا في السؤال الاول بقى، هي السؤال جاية اهو. اوصية جلال الدين، بقول لي ايه، وضح ايه، وصى بايه ممدود؟ على فكرة وضح يعني وصى جلال الدين بعدة اشياء. اول شيء الا يصدق المنجمين. شوفوا الاخر نفس ممدود مقتنع برأيه في المنجمين، لا يصدق المنجمين لانهم دجالون. الحاجة التانية ان يقاتل التتار وان لا يخاف منهم. الحاجة التالتة ان يرعى محمودا ابنه ويعامله كولده. ومات ممدود بعد ان نطق الشهادتين، فهنيئا لممدود الشهادة. ودي كانت حبايب الطلاب اجابة الاسئلة النظرية. اديك فاصل 5 دقائق، ولو عايز تكمل كمل على طول عشان نخش بعد كده في اسئلة الاختياري. فاصل قصير جدا احبايب الطلاب، ونواصل باذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي الطلاب. عدنا من جديد احبائي الطلاب مع معركة الاختياري والنحو. ارجو بقى انك تكون محضر المذكره الذهبيه، وارجو انك تكون محضر ايه المذكره الذهبيه، عشان لو الناس بتسمعنا اول مره، احنا الطالب بيبقى قاعد معاه قلم وعده اوراق او كراسه بيكتب فيها ملاحظات. الملاحظات دي ربنا بيجود علينا بها كده اثناء ما بنشرح واثناء ما بنتكلم، ملاحظات في منتهى الاهميه. فارجو الناس تبقى معاها زي كراسه للملاحظات عشان يكتب بعض الملاحظات المهمه، وبالذات في النحو طبعا، او حتت بعض الاختياري اللي بتبقى فيها يعني ايه، فيها حتت فنيه. تعالوا توكل على الله كده بقى. بيقول لي اول حاجه مضاد طلقة، طبعا هنا تمسك، لان معنى طلقة في القطعه اللي هي طلق جلال الدين اي ترك، يبقى عكسها تمسك. ادعى، تمام، ادعى الراحه، صح كده. مفرد العدد، العدد ايوه العده، صح كده. سهره، السهر يا شباب هو الزوج الاخت عموما او القريب بالزواج عموما، ما تنفعش لا ابن عمه ولا صديقه ولا معاونه، فهي تمشي هنا بقى ايه، زوج اخته. بقول لي بعد كده بقى ايه، اعرب ما تحتوي خط. بقول لي التي عاهد فيها نفسه. خلي بالك بقى هنا، طبعا نفسه مش هنعربها توكيد معنوي. ليه بقى يا استاذ؟ مفعول به منصوب بالفتح، عشان احنا قلنا افتكر معايا من اول الملحوظات اهو، التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي حبايبي انا يعني هقول حاجه سريعه كده عليه، يشترط فيه ان يكون به ضمير، ده لازم يكون فيه ضمير، وكمان ويجوز الاستغناء عنه في الجمله. ها، وعاهد وقضى قرابه شهر، يا ترى عملتها ايه؟ ها، قرابه، تعال شوف كده، ها قرابه ديت، معلش لحظه واحده، ايوه اهي نعربها، ظرف زمان منصوب بالفتحة. استاذ ازاي ظرف زمان ده مفعول به؟ لا، هنا كلمة قرابة دلت على الزمن، حددت الزمن. طب وشهر يا استاذ نعربها ايه؟ مضاف اليه، مش الشهر هنا قرابة شهر، قرابة هي اللي تعرب ظرف، وشهر تعرب هنا مضاف اليه. لو شلت قرابة وقلت قرابة وقلت قضى شهرا، خلاص يبقى شهر هي اللي ظرف، لكن شهر هنا هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى مضاف اليه، يبقى قرابة ظرف. طب منصوب ولا مبني يا استاذ؟ لا منصوب، ودي لها قصه هنبقى نتعرض عليها بعدين. وهو يجتهد في تجهيز الجيش، مدن بلاده، هي كلمه بلاده هنا دي سهله، مدن بلاده. فاكر كنت عملتها ازاي معاك؟ قلت لك لما تبقى حاجه بتاعت حاجه تبقى ايه، ايوه الله ينور عليك، مضاف اليه مجرور بالكسره. استاذ طب ده الهاء كمان فيها، الهاء عادي برضه، ها مضاف اليه، بس ده مبني، يعني نقول ايه مبني ليه؟ لانه ضمير، نقول ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، لان في قاعده افكرك بيها، ان اي ضمير، ها الناس بتقول معايا برافو، يتصل بالاسم يعرب ايه يا شباب؟ يعرب فورا مضافا اليه. اي ضمير يتصل بالاسم، الناس اللي ما بتعرفش نحو خالص يا جماعه، يتصل بالاسم، يعني لما اقول كتابه
كتابه. طب كتابه ديت اهو فيها ضمير صح، كتابه الضمير ده يتعرب مضاف اليه. طب لما اقول مثلا بيتهم، بيتهم الهم دي تبقى ايه؟ تبقى مضاف اليه، وهكذا. فاي ضمير يتصل بالاسم بيعرف في محل جر مضاف اليه. بيقول لي يعاونه في ذلك صهره، الجمله بقى اللي هي دي بقى اهي، يعاونه في ذلك صهره. تعال نشوف الجمله نحطها بين قوسين، ايوه اهي يعاونه في ذلك صهره. تعالى يا باشا يلا ها، خفض لي الجمله الاقل عدد ممكن من الكلمات اللي ما تاثرش معاك. يبقى يعاونه مين؟ صهره. يبقى مين اللي هيعاون الصهر ده؟ يبقى الصهر هنا برافو، ايوه كده صح كده، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. يبقى صهره نعربها فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم، والهاء ها تمام، والهاء ايوه كده ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. الله ينور عليك وعلى والديك. ده بالنسبه للاعراب اللي كان طلبه من الفقره. الاعراب اهوت قدامك، يا ريت تكون يعني استطعت انك انت تفهم حاجه جديده او اكدت حاجه عندك وفهمتها. وابشر الناس اللي بتغلط كتير. نعم يا استاذ، اه والله العظيم بجد انا ابشر الناس اللي بتغلط. يا جماعه لما حد يلاقي اخطاء ارجوكم احنا بنتعلم. يا جماعه احنا مش دلوقتي داخلين في اللجنه وبنمتحن، الاخطاء دي هي اللي هتخليك تفهم اصلا. فارجوكم محدش يعني يشعر بشيء من الاحباط انه لسه بيخطا كتير. لا يا عم صل على النبي، مره في مره ان شاء الله هنتعود باذن الله. بيقول لي بعد كده ما قسم بقى، لسه بيقول لي قسم، ها قسم قسم القطعه اللي قدامك او الاسماء اللي قدامك الى معرفه ونكره. اه الحته دي حته خطيره جدا. طب المعرفه والنكره، افكرك بالنكرات بالمعارف الاول. معارف هي اللي لها ادوات اقدر اعرفها بيها، يعني معرف بقل ايوه، والضمائر كل الضمائر صح، وكل اسماء الاشاره، والمعرف بالاضافه الله ينور عليك، والاعلام تمام كده، والاسماء الموصوله. تعال نمسكهم كده. طبعا جلال هنا سهل قوي، جلال هنا على طول دي معرف لانه علم مش معرف بالاضافه بقى. لا جلال هي لوحدها علم اصلا، والدي معرف بقل، ما كان فيها من الدعاء معرف بقل، الراحه معرف بقل، تلك اسم اشاره معرفه. طبعا احنا لسه بنقول جميع اسماء الاشاره معرفه، لسه ما قبلناش ولا نكره لغايه دلوقتي. امال منذ دي يا استاذ، منذ دي ظرف مالهاش دعوه بالتعريف والتنكير دلوقتي، مش عليك الكلام ده. طب الليله معرف بقل. طب والتي اه بالظبط موصول معرفه صح كده. طب عهده لا مالهاش دعوه، عددي فعل. التعريف والتنكير ظاهره خاصه بالاسماء. ها نفسه معرف بالاضافه برافو. مش احنا قلنا ان الضمائر معرفه، وقلنا ان الضمير لما بيتصل بالاسم بيعرف مضاف اليه، خلاص يبقى دي معرفه بالاضافه. المسير معرفه بقل، قتال معرفه بالاضافه، والتتار معرفه بقل، قضى قرابه شهر. لا يا باشا الاثنين نكره. ليه يا استاذ الاثنين نكره؟ اه عشان قرابه نكره وشهر نكره، واحنا اتفقنا لما نكره تضاف لنكره يبقى هما الاثنين همهم على بعض يفضلوا زي ما هما، ما يتعاملوش معامله المعرفه. يعني قلت تاني طالب علم نكره، لكن طالب العلم معرفه. وانا قلت الكلام ده كتير بس بعيده علشان الناس ايه يعني ما تنساوش. بعد كده بيقول لي تجهيز الجيش. اه تجهيز ديت برضو دي معرفه، لان الجيش من معرفه، فدي التجهيز بتاع الجيش اضافه للمعرفه اهي. اعداد العدد نفس الحكايه معرفه، اعداد والعدد معرفه. تقويه القلاع معرفه. مدن بلاده، خلي بالك بلاده اضافت للضمير فبلاده معرفه، وبالتالي مدن تبقى معرفه. يبقى الضمير عرف بلاد وبلاد عرفت مدن، يبقى كل ده معرفه. بناء الحصون بناء معرفه بالاضافه. طول خط السير خلي بالك كلمه السير معرفه، فكلمه خط معرفه، وبالتالي كلمه طول ايضا معرفه. في ذلك برضو اسم اشاره معرفه، وممدود طبعا معرفه صهره الاول معرف بالاضافه وممدود معرفه، لانه ايه يا شباب؟ لانه علم. كده احنا قلنا النكره والمعرفه مع بعض. تعالوا بقى حبايب الطلاب للفقره الثانيه. بيقول لي مضاد اغلب طبعا اقل، لان اغلب هنا معناها اكثر، ومرادف مولعا، المولع بالشيء محبا يا شباب قوي. مضاد يستشير دي حلوه قوي، يستبد، كلمه يستشير عكسها يستبد، يستشير يعني يشاور في الامر، يعني ياخد راي ده وراي ده وراي ده. واحد بقى يستبد يعني ما ينفرد بالامر، ما يبقاش عايز حد ايه يناقشه، يعني زي سعادتك كده تقول ايه انا عارف كل حاجه. جمع الخاص الخواص، اه طبعا، لان مفرد الخصائص خصيصه، ومفرد الخاصيات خاصيه، ومفرد الخصوصيات خصوصية، فما فيش ولا واحدة تنفع هنا إلا مين؟ إلا الخواص. معنى الطالع الحظ، آه الطالع هنا معناها الحظ، وجمع طالع طلع، أيوة طلع تمام كده، وساعات تجمع على طوالع برضو على فكرة، طالع تجمع على طلع وطوالع.
اعرب ما تحته خط. تعالى نعرب ما تحته خط كاغلب. طبعا انت عارف ان الكاف حرف جر مش كده ولا لا؟ كاغلب ايوه. اقول الكاف حرف جر لا محل له من الاعراب. انا برضو عايزك ايه في بسرعه كده تاخد معلومه وانت ماشي كده يعني في الشارع بسرعه كده، يعني ان الكاف اي حرف في الدنيا يا اولاد، اي حرف بنعربه ازاي في اللغه العربيه؟ يعرب كالاتي: ها حرف مبني لا محل له من الاعراب. يا ده كويس قوي، ده ديت يعني طول بقى، ده انت هتترسم بقى على اصحابك دي. يبقى اي حرف تقول على طول ايه؟ حرف لا محل له من الاعراب. تعالى بقى لاعراب كلمه اغلب. طب اغلب بقى نعربها ايه يا شباب؟ اغلب طبعا هنعربها عادي جدا: اسم مجرور مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره كمان. حكايه الظاهره والمقدره ديت يعني لينا واقفه معاها بس بعدين مش وقته دلوقتي. نيجي بقى لاعراب كلمه اللي بعدها اللي هي كلمه مولعا. تعالى بقى انا عارف، وريني بقى كراستك كده، وريني كراستك كده. انا اشك انك انت عاملها حال، العصفوره قالت لي، ولو عاملها حال يبقى مخصوم منك 5 جنيه او عليك ليا 5 جنيه. ليه بقى يا استاذ؟ عشان انت كده تسرعت. بص كده في اول الجمله هتلاقي مين عندك؟ كان. يا جماعه ما ينفعش كده نبدا الجمله من الوسط كده، لا لازم نبدا الجمله من الاول. واحترم كان دي، ده كان دي يعني لها في اللغه باع يعني، فخليك جدع. كان دي محترمه كده، يبقى ابدا الجمله من هنا. كان جلال الدين اسم كان، مش كده؟ جلال الدين كماله بقى؟ جلال الدين كان عامل ايه؟ كاغلب ملوك عصره ماله بقى؟ مولعا. يبقى اصل الكلام ايه؟ كان جلال الدين مولعا. تمام كده، يبقى ايه يا شباب على طول؟ خبر مولعا، خبر كان منصوب بالفتحة. واديك النصيحة، ها، لا تخلط، خليك جدع، بين خبر كان والحال، هما شكل بعض لانه فعلا المعنى قريب من بعضه، وكمان الاتنين منصوبين، فبلاقيكم بتطنشوا كده، ما بتتأكدوش كده من الجملة كده. فبالله عليك استهدوا بالله كده، نجيب الجملة من اولها. يبقى مولعا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. الى منجمه الخاص. هنا نعت بقى كلمة منجمه الخاص، لان منجمه على فكرة ديت معرفة بالاضافة، والخاص معرفة بقل. طبعا انا عارفكم دلوقتي طبعا، برضو وريني كراستك كده، وريني كراستك كده، ها، معظم الناس عاملة الخاص مضاف اليه عشان نصيحة ابلة زازة. عارفينها ابلة زازة اللي كانت تقول لك زمان في الابتدائي؟ ابلة زازة دي وحش على فكرة. ليه كانت تقول لك زمان في الابتدائي ايه؟ يا ولاد اللي بعد الجر ومجرور يعرب مضاف اليه. لا والله، والله كذبتي. اللي مش شرط، اللي بعد الجر ومجرور هو، ما هي دي كلمه بعد الجر ومجرور هي كانت بتريح دماغها، وانت سعادتك عايز تريح دماغك انت راخر. نعرب الخاص ايه؟ خلاصه الكلام، ليس كل ما بعد الجر ومجرور يعرب مضاف اليه، وانما الخاص هنا، ها، تعرب نعت لمين؟ نعت لمين؟ نعت لمنجمه، يعني نعت ماله مجرور بالكسر، لان انت عارف طبعا ان النعت ده تابع يتبع ما قبله. دي الفقره الثانيه. تعالوا بقى حبايب الطلاب نروح للفقره الثالثه. الفقرة الثالثة اللي بيقول لي هديك فاصل حاضر، ثواني بس معايا الفصل. الفقرة الثالثة دي تخليك جدع. وكان ممدود حاضرا إلى آخر الفقرة. بيقول لي مضاد حاضر غائب. ده صحيح، يعني حتى هنقول لك الحضور والغياب. مرادف ساورة، حلوة قوي دي بقى. ساورة يعني صارعة. طبعا أنتوا جبتها طبعا، الناس بتقول شكة، وناس بتهجمها. لا لا لا، شكلها أحطبي. طبعا شغل قلب الأم بقى، وشغل حادي بادي كرنب زبادي اللي أنتوا ماشيين بيه ده، ده بقى يدخلك برضه حادي بادي كرنب زبادي. ما هو برضه هنبقى برضه معاهد كذا ولا كذا ولا كذا. انا اقصد تماما اتريق على اللي بيعمل كده يا جماعه. طب امال نجيبها منين يا استاذ؟ طبعا انتوا كلكم هتسيبوها للاستاذ لما يبقى يجاوبها، يا اما انا اخد حادي بادي. مفيش طالب فيكم فتح المعجم مره وراح دور عليها؟ ايش خيال يا استاذ، ده انت رومانسي قوي. نفتح معجم بقى؟ انت يا استاذ تطمع في هذا الجيل اللي هو احنا، ان احنا هنروح نجيب معجم وندور على ماده ساوره ونبدا نبحث فيها ونشوف ساوره في ايه؟ ايوه هو ده المطلوب، والله هو ده المطلوب. بيقول لي مضاد الخوف. مضاد الخوف طبعا الامان، دي سهله دي بقى. مضاد الخوف الامان. اشفق على كلمه امتحانات، انتبهوا. ليه يا استاذ؟ اصل ساعات يا حبايبي اشفق على تيجي بمعنى عطف على، وساعات تيجي اشفق على خاف على. يعني هنا الموقف لو طلعت فوق بيقول ايه؟ وما ساور جلال الدين من الخوف واشفق على جلال الدين. ايه امسكه كده وقعد يطبطب عليه وهو هو يا حبيبي نمنا؟ لا يا حبايبي، ده اشفق على هنا بمعنى ايه؟ خاف علي، وليس حن عليه او عطف عليه. يبقى خاف علي، يبقى هنا بمعنى ايه فعلا؟ خاف. خلي بالك وعايز معناها مش مضادها. جمع الغيب طبعا الغيوب،
ومضاد تبشر تخيف، ابشرك بشيء عكس اخوفك منه. تنبؤاتك دي بقى لو سمحت ما اعرفش انت اخترتها على اي اساس تنبؤه يعني، او نبؤه ماشي اخترتها برضو بايه، بحادي بادي يعني. اولا الكلمه غلط، الكلمه مكتوبه غلط. المفروض اصلا مفرد تنبؤات تنبؤ، فلو سمحت مش تنبؤه، مفرد تنبؤات ايه يا شباب؟ تنب. وما الدليل؟ ده سؤال نظري بقى حلو، بيقول لك ما الدليل على عدم طمع ممدود وجهان خاتون في الملك؟ في دليلين. الدليل الاول ان ممدود لم يكن منتبها اساسا الى قضيه الملك الا بعد كلام المنجم، ما كانش بيحسبها يعني. الدليل الثاني دعاء جهان خاتون ان يهبها بنتا ويهب زوجه السلطان ولدا. يبقى دول الدليلين على عدم طمعهم في الملك. بيقول لي يا هذا ما غرض النداء؟ النداء يا هذا لما مين اللي بينادي؟ لازم ترجع الفقره. جلال الدين بيقول للمين؟ بيقول للمنجم، بعد ما المنجم يعني زي ما نقول غم جلال الدين او حيره، فممدود خاف على جلال الدين ان هو يرجع على القتال، فبيقول للمنجم يا هذا. ده عارف دي فيها احساس بالعتاب، فيها احساس بالاستنكار، فيها احساس بالغضب، فيها احساس يعني احاسيس كده. في ناس قالت التحقير، هي بتمشي، التحقير مش غلط، بس عارف يعني ممدود اخلاقه اعلى من انه يحقر احد، فهو الا في بس في ايه، في ادعاء الغيب. لما قال له المنجم احقر من ان يعلم الغيب، لان اي حد هيتجرأ على الغيب يبقى غلط، يبقى ممكن تمشي التحقير مش غلط، ولكن ان كان فيها استنكار او عتاب للمنجم. تعالى للاعراب، بيقول لي اعرب ما تحته خط. تعالى نشوف اول واحده كانت فوق اللي هي كلمه مين، ها؟ قائلا والتفت للمنجم قائلا، برافو، حال منصوب علامه نصبه الفتحه، حال تمام. وبعدين بيقول له يا هذا لا يعلم الغيب الا الله. تعالى الجمله دي جميله كده، بنعمل فيها حركه كده، الناس اللي خدت الاستثناء اكيد فاهم انا بعمل ايه، اللي ما خدش الاستثناء طبعا هيستنى معايا او لما يسمع الاستثناء هيفهم اكتر، بس برضو ما فيش مانع ايه تاخد فكره يعني وتشتري بكره، ما فيش مشكله. لا يعلم الغيب الا الله، ها، يبقى نقول نشيل اللو الا عشان الكلام ناقص منفي، يعلم الغيب الله، صح كده؟ لما الاقي الكلام نفي واستثناء اشيل النفي والاستثناء والكلام مش اعرب حسب موقعه في الجمله، عادي جدا. اعدل الجمله بقى، يعلم الله الغيب، صح كده؟ يبقى لما نيجي نعرب هنا كلمه الله، كلمة الله تمام، لفظ الجلالة طبعا، نقول ايه يا شباب، ها، لفظ الايه، لفظ الجلالة. خلينا محترمين كده وخلينا كويسين، ما تطنش زي ناس برضو لما يجي يكتب يوم يكتب لك الرسول صلى الله عليه وسلم مكسل سعادته، يوم يقول لك ايه صاد، يا رجل حرام عليك، ما تبقاش بخيل مع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ الجلالة ماله بقى يا شباب؟ فاعل مرفوع بالايه شباب، بيقدم، اللي هي كلمة الله، لتبشر، انما جئنا بك لتبشر السلطان. ايوه تمام، اللام دي انا مش هتكلم فيها كتير، بس هعرفك انها لام اسمها لام التعليل. اللام هنا عشان تبشر يعني، اللام، ها، لام التعليل، مالها بقى؟ حرف تمام لا محل له من الاعراب. الله ينور عليك وعلى والديك، مش احنا قلنا اي حرف لا محل له من الاعراب؟ طب وتبشر خدتها انت زمان دي، ها، فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. ده اعراب كلمة تبشر، منصوب بالفتحة طبعا. ده بالنسبة يا شباب للفقرة الثالثة، خدنا منها اللي هي الاعراب بتاعنا، اللي هو كانت كلمة قائلا ما كتبناهاش بس قلناها على طول، حال كلمة قائلا نكتبها بالمرة عشان التسجيل، قائلا اهي قلنا عليها ايه؟ حال منصوبة بالفتحة. حال، على فكره ساعات بتتقال حال منصوبه يا اولاد، منصوبه، حال منصوب بالفتحه، ولينا قصه كده على التفريق ما بين الحال والنعت هنقولها بعدين، بس ان شاء الله رب العالمين لما يجي وقتها. قول لي هنا ليس السلطان بمن يخاف، عايزك تتعود بقى على دي لو سمحت، واللي وضح توصيل التوكيد في الفقره طبعا الباء، الباء الزائده. ودايما يا حبايبي اعلمك حاجه، اللي شكل العباره دي دايما الباء زائده. اللي شكل العبارة ديت دايما الباء زائدة، اللي هي لست عليه بمسيطر، ليس محمد بمن يخاف، ليس علي بمن يكذب، الباء مع خبر ليس زائدة. شوف كده في ملاحظاتك بقى، الباء مع خبر ليس يعني مع ليس يعني بتعرب ايه يا شباب؟ بتعرب زائدة. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، والباء تفيدنا التوكيد. حبايب الطلاب فاصل ونواصل عشان ناخد الفقرة الرابعة وفيها كلام كتير ان شاء الله رب العالمين. فاصل حبايب الطلاب ونعود بسلامة الله ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم من جديد. عدنا مع الفقرة الرابعة. أرجو تكونوا جددتوا نشاطكم كده وركزتوا علشان في كلام كتير ومهم في الفقرة دي إن شاء الله. قول لي معنى كلمة دجالين. أرجو أنك تكون بتختار بطريقة علمية مش بطريقة دجالية. الدجالين في اللغة يعني كذابين. اختاروا بقى كهان عرافين تبع ما تطلع. لكن المعنى كلمة دجالين لو رحت بحثت عنها في دجلة في المعجم الوجيز اللي الوزارة مديهولك، عندك معجم اسمه معجم الوجيز، هتلاقي بمعنى الدجل هو الكاذب. اذا دجالين اي كذابين. طيب بعد كده بيقول لي مضاد الغيب. الغيب في ناس تقول لك شفت، ناس يقول لك الصدق، لا طبعا ما ينفعش. الحقيقة، طب انت ما لو قلت عكس الغيب الحقيقة، معنى كده ان الغيب مش حقيقة. معنى كده ان الجنة مش حقيقة او النار مش حقيقة، لا طبعا معاذ الله. يبقى معنى الغيب مضاد الغيب ما ينفعش الحقيقة. ما العكس الحقيقة ايه؟ عكس الحقيقة الخيال، حاجة حقيقية عكس حاجة خيالية، يعني في خيالك انت بس. ما العكس الغيب الصح ايه؟ الواقع. تمام، لان الغيب شيء لا اعيشه، شيء لا اراه، لكن موجود. اما الواقع هو الشيء الذي اراه. تعالى بقى للسؤال اللي جاي ده بقى كله بقى كده لو سمحتوا انتبهوا جميعا علشان اللي هقوله كلام امتحانات. بقول لي براءة وفطنة كلمتان مترادفتان ولا متقاربتان ولا متكاملتان ولا متضادتان؟ صلوا على النبي الاول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اولا يعني ايه ترادف؟ كلمتين بمعنى واحد كلنا عارفينها، زي مثلا جود وكرم، جود والكرم بمعنى الواحد. طب يعني متقاربتان؟ يعني الكلمتين قريبين في المعنى بس مش بالظبط. يعني مثلا اقول لك اخ وصديق، ما بتربطني علاقه قويه باخويا وتربطني علاقه قويه بصديقي، فيكاد يتشابه لكن هما الحقيقه مش بمعنى واحد، فاذا بينهم تقارب، تقارب في المعنى. امال يعني ايه بقى متكاملتان؟ دي اللي عليها العين والنيه بقى. يعني ايه متكاملتان؟ متكاملتان يعني الاثنين ما ينفعش يحصلوا الا مع بعض. يعني لما اقول مثلا يا شباب اليد والسيف، اليد والسيف في المعركة ما ينفعش اليد لوحده ولا السيف لوحده، اذا بينهم تكامل. ده معنى التكامل يا شباب. يبقى التكامل معناه ايه تاني؟ حاجتين ما ينفعش يحصلوا الا مع بعض، او بيكملوا بعض يقوم يديله حاجة معينة. التضاد معروف. طب تعالوا بقى كده ندرس كلمة براعة وكلمة فطنة. شوف كأنها مسألة رياضة. شوف انا عمال افكر قد ايه، لكن انا كمدرسك اهو استاذك عشان اوصلك الصح عمال نفكر قد ايه كأننا بنحل مسألة رياضة. لكن انتوا كائنات فضائيه ما شاء الله عليكم، اول بطرف عينك يا استاذ وبسن القلم وبتختار اي كلمه وزي ما تطلع. لا يا جماعه بالله عليكم استهدوا بالله كده. براعه وفطنه. البراعه يعني ايه؟ البراعه يعني الذكاء. البراعه عفوا، البراعه يعني المهاره. كلمه براعه ماهر. طب نقول كده براعه تساوي في المعنى مهاره. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. امال الفطنه يعني ايه؟ كلمه فطنه يعني ذكاء. طب بالله عليك واحد ماهر، ماهر يعني زي ما يقول بيلعب كرة حلو مثلا، تلاقيه بيبرم العيال ومش عارف ايه وبتاع، ده ماهر مش كده؟ لا مش شرط يكون ذكي، مش شرط يكون يعني مع دكتوراه عشان يعرف يعمل كده. يبقى المهارة هي اتقان شيء ما يدويا حركيا الى اخره. امال الفطنة هي الايه؟ الفطنة هي الذكاء، هي التفكير الجيد. طب بالله عليك البراعة والفطنة مش بيكملوا بعض؟ يعني الواحد لما يكون ذكي وعنده افكار جميلة دي ميزة، بس هتفضل افكارته ما هو في دماغه. طب عنده البراعة انه يطلعها في الواقع، عنده براعة، عنده مهارة، ايوة، يبقى بينهم صح كده. نرجع نقول بينهم متكاملتان. طبعا انت مختارها من الاول ممكن متكاملتان ومش عارف ليه ومبسوط انها طلعت صح. مش عارف انت مبسوط ليه دلوقتي، انت كنت مختارها اصلا عشوائي الا ما رحم ربي. طبعا انا بتكلم عن الناس، انا كل اللي بحاربه يا جماعه مش كل الطلاب اللي بتسمعني، انا ما بهاجمش كل الطلاب اللي بتسمعني، انا بهاجم فئه كبيره من الطلاب اللي ما بيتفكرش، بياخدها وزي ما تطلع. فلو سمحت لو ما كنتش مختارها عن علم ما تفرحش قوي كده بنفسك. يعني اديك عرفت ان هو ايه، يعني ايه تكامل، يعني ايه ترادف، يعني ايه تقارب، يعني ايه تضاد. تعالى بقى معنى تقصي. كلمة تقصى الشيء معناه تتبع أو معرفة أو ترقب أو حكاية. كلمة تقصي معرفة أسراره. ساعات تيجي تقصي الأثر يعني تتبع الأثر، لكن تقصي السر يعني معرفة السر مش تتبع السر. هي تدي المعنى التتبع لكن المقصود هنا معرفة الأسرار. مفرد دخائل حلوة ديت. دخائل مفردها دخيلة. أديك حاجة جميلة. فعائل يا شباب مفردها غالبا، ما بقولش على طول، غالبا فعيلة.
فعائل مفردها غالبا فعيل. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بقول جمع قدر اقدار صح، ما تخافش اقدار صح. مضاد اصابه حلوه، اصاب الهدف عكسه خطا، فعلا اصاب الشيء عكسها خطا الشيء. مفرد مرادف تخرصات حلوه برضو، دي التخرصات بمعنى ايه يا شباب؟ اكاذيب، ويا ريت تكون معتمد على مصدر علمي في اختيارك. بقول لي اعرب ما تحتوي خط، بقول لي اه هنا غيره، كلمه غيره هنا عادي جدا، غيره هنعرب غيره ايه؟ ها قول معايا، غيره هنعربها مالها؟ تعال نشوفها كده كانت ايه. بقول لي في هذا المنجم وغيره، معطوف عادي جدا، معطوف مجرور بالكسره، مش دي يا استاذ استثناء وكده، لا دي قصه بعدين هنبقى نعرفها، لكن غير عادي هنا تعرب حسب موقعه في الايه في الجمله. والهاء في محل جر مضاف اليه. ومعلومه سريعه كده، اي كلمه بعد غير بتتعرب ايه؟ زي ما احنا عارفين مضاف اليه. بقول لي بعد كده انهم ليسوا الا دجالين. الله على الجمله دي، هاتها تحت كده بقى ايه، نستفرد بقى تحت كده. بقول لي ايه؟ نستفرد بقى تحت كده، ليسوا الا دجالين. انا عايزك دايما لما تلاقي نفي واستثناء تحذف النفي والاستثناء ما عدا في حاله ليس. تاني يا سرحان، تاني يا سرحانه، سرحان وسرحانه، انتبهوا معايا. بقول لما تلاقي نفي واستثناء احذف النفي والاستثناء ما عدا في حاله ليس. يعني لما اقول لم ياتي، لم ياتي الا محمد، هنا الاداه لم صح؟ عايز تعرب شيل، ها شيل الا وشيل لم، وبالتالي تبقى ياتي محمد تبقى فاعل، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. انما في حاله ليس ما تحذفش، احذف الا بس عشان تعرب. هو صحيح المعنى هيتغير، بس احذف الا بس عشان ليس لها تاثير. اصل انت لما بتحذف حرف النفي الثاني حرف ما بيأثرش قوي، لكن ليس من اخوات كان، فانا عارف ان المعنى هيتغير بس هو نفس الاعراب. ليسوا دجالين، يبقى دجالين انها تبقى ايه بعد ما رجع الا بقى؟ انا خلاص عرفت اعرابها، انا كنت بس بقى ايه على بضحك عليهم بس عشان اعرف الاعراب ايه. يبقى ليسوا الا دجالين، يبقى الدجالين انها تبقى ايه؟ ايوه كمان، خبر ليس منصوب بالياء، خبر ليس ها منصوب بالياء، لانه جمع مذكر ايه يا شباب؟ مذكر سالم. طبعا هنا بيقول لي يدعون، اه عادي جدا، انا عايزك اي فعل زي يدعون ده، يفعلون يعني اللي على وزن يفعلون، عادي جدا، ده فعل عارب نفسه زي ما بيقول، فعل مضارع مرفوع، ايوه سمعني، بثبوت النون. حته حلوه دي بقى لو سمحت، اي حاجه على وزن يفعلون بتبقى علامه اعرابها، خدها في السكه كده، مرفوع بثبوت النون. اللي هم مين بقى؟ اللي هم بيسموه الافعال الخمسه، هديهم لك كده يعني مبدئيا كده بسرعه. اللي على وزن ايه؟ ها يفعلون، دول افعال خمسه اسمهم يفعلون ويفعلان وتفعلين. اللي على وزن ده ماله بقى؟ اسمها افعال ايه يا شباب؟ افعال خمسه. مالهم الافعال الخمسه دي بقى؟ ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، تنصب وتجزم بحذف النون. يمكن انا كتبت لك بس افعال ترفع بثبوت النون عشان هي الحاله اللي قدامنا ديت. طب والواو يا استاذ في يدعون؟ طبعا الواو في يدعون، الواو في محل رفع فاعل. اه دايما كده الواو ديت مش من اصل الكلمه، اصلها يدعي، ودي الواو بتاعت واو الجماعه، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع يا شباب فاعل. اقول والجمله يا استاذ، يعني جملة يدعون في محل نصب نعت الدجالين صح، بس سيب الكلام ده دلوقتي عشان ما نتقلش الاعراب. احنا الاول بنعرب كلمات وبعد كده نبقى نتدرب فيما بعد على محل الجمل، لكن انت مش مطالب بيها دلوقتي. اوتو حلوة، اوتو دي بقى ايه؟ اوتو دي بقى، اوتو دي متكونة من ايه؟ من اوتيا، اوتو تساوي اوتيا زائد واو الجماعة، وانت عارف ان الفعل اوتيا ده مبني للمجهول، يبقى اقول ايه؟ اوتو فعل ماضي مبني على الضم عشان اتصل بواو الايه؟ واو الجماعه، مبني على الايه؟ على الضم. امال الواو بقى؟ ايوه الله ينور عليك، الواو في محل رفع نائب فاعل. الله ينور عليك وعلى والديك، لان الفعل مبني للايه؟ للمجهول. وملحوظه كده، الفعل المبني المجهول بيجي على وزن ايه يا شباب في اللغه العربيه؟ يبقى فعل او يفعل. ان بكره ياما هنقابل الفعل المبني المجهول ده، فعل ويفعل، تمام يا شباب؟ اللي هو على وزن ايه؟ من ضم اوله وفتح ما قبل ايه؟ ما قبل اخره. قول لي بعد كده وتقصي اسراره. اهلا اهلا بالناس اللي غلطانه، اهلا وسهلا. وتقصي اسراره، ايه الغلط؟
الغلط ان في ناس فكرت تقصي فعل، لكن والله العظيم تقصي اسم. والدليل على ذلك ان انا بقول ايه؟ التقصي، وبالتالي تقصي اسم، يبقى التقصي بتاع الاسرار. فاكر حاجة بتاعت حاجة، تمام خلاص حلت بقى. يبقى ايه؟ يبقى تقصي اسراره ها مضاف، ايوه كده، ما الحاجه بتاعت حاجه على طول تبقى ايه؟ مضاف اليه مجرور بالكسره. طب والهاء اللي فيها؟ ما خلاص ما احنا عارفينها بقى، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اللهم صل على محمد. كده خلاص الفقره الرابعه تمت بحمد الله. تعال بقى حبايبي للفقره الخامسه. الفقرة الخامسة بيقول لي ولم يكن ممدود بأقل من جلال الدين اهتماما إلى آخر الفقرة. بيقول لي مرادف يكتث ينتزع، يكتث الشيء ينتزعه، يعني علقت بالشيء، أي حاجة علقت بحاجة ارتبطت، صح كده؟ ولو شفتها في المعجم هتلاقي بمعنى ارتبطة، مش هي تمشي التصق برضه، ما قلتلكش حاجة، بس الأنسب للمعنى هنا إيه؟ ارتبط. مضاد يختلج، حلوة، يختلج يعني هنا يثور، يعني بمعنى يعني يحصل له قلق شديد، يبقى عكس هنا يختلج يهدأ، صح كده؟ الاختلاج عكسه الايه؟ الهدوء. حرج، الحرج في اللغة ضاقة، كلمة حرج يعني ضاق. ذرعا لو شفتها في المعجم هتلاقيها طاقة، ما اقول ضاق ذرعا، يعني ايه ضاق بكتمانه ذرعا؟ ضاق طاقة. تعال نعرف بقى ما تحته خط. اول حاجة بقول لي اهتماما، ايوه تمييز، ما احنا قلنا شباب ماله، قلنا ايه قبل كده؟ هكتب لك القاعده هفكرك بيها عشان انت نساي وانت نساي. تمييز ماله؟ منصوب بالفتح. ليه بقى؟ عشان احنا عرفنا زمان في قاعده بتقول افعل زائد نكره منصوبه اذا على طول تساوي تمييز، قلناها كتير، منصوب يعني افعل ايه؟ ما هو اقل اهتماما، ما اقل دي على وزن افعل عشان اللام مشدده، يبقى اقل من حيث الاهتمام. حتى من ضمن علامات التمييز كمان ان ينفع تقدر قبله من ايه؟ من حيث، ودي من ضمن الحاجات العلامات اللي ايه يعني ممكن نعتمد عليها، يعني انا اكبر منك سنا، انا اكبر منك من حيث الايه؟ السن. بيقول لي بعد كده ايه؟ يختلج في صدره نهارا، تالي انتوا شطار بقى وعاربينها، ده نهارا ايه فاكر؟ ظرف، صح كده، برافو، ظرف زمان ماله منصوب بالفتحه. بالفتحه. طيب نيجي للي جايه، دي جامده قوي بقى. ذرعا، كنت انا اديت قاعده يا رب تكون عارفها، اللي هي بتقول ايه القاعده ديت؟ ان افعال الزياده والنقصان اللي يجي بعدهم بيعرب تمييز. التكرار يعلم، ها لا ما بتعلمش، ده التكرار يعلم الشطار. بس الشطار الشاطر هو اللي بيتعلم، لكن التاني عمره ما بيتعلم. بقول تاني، النكرة بعد أفعال الزيادة والنقصان تعرب تمييز. حلوة الجملة دي؟ يعني إيه أفعال الزيادة والنقصان يا أولاد؟ يعني ضاقة، اتسع، كبر، ضأل، ضخمة، وهكذا. هذه لما يجي بعدها نكرة منصوبة زي ازداد مثلا، ازداد النيل ماء، ضاق محمد صدرا، كثر فلان مالا، وهكذا. فإذا ذرعا هنعربها برضو إيه؟ ها تمييز، منصوب بالفتحة. عارف بعد السلسله اللي بنعملها من المراجعه ديت هتلاقيك طالع بمواضع التمييز. يعني احنا لسه من شويه قايلين ايه؟ افعل زائد نكره منصوبه يدي تمييز. طب ما احنا برضو نقول قانون اهو، ها افعال الزياده غالبا، يعني يا اولاد دي بقى انا بقول برضو ايه الحاجات دي تبقى غالبا، مش يعني عشان القاعده العلميه تبقى مضبوطه، غالبا افعال الزياده والنقصان زائد ها نكره منصوبه تساوي على طول برضو تمييز. دي من ضمن علامات الايه يا شباب؟ من ضمن علامات التمييز. واحده واحده كده صدقني هتلاقينا جمعناهم في الاخر ومفيش تمييز بيقف قصادنا. بالطول والعرض هنجيب النحو والارض. خلي ده شعاركم بقى من هنا ورايح، بالطول والعرض، عايزك تمشي تغني في البيت كده، بالطول والعرض هنجيب النحو والارض. طيب توكلنا على الله، بعون الله طبعا يعني. وسكت جلال الدين برهة الى اخره. بيقول لي مضاد يعاقب يكافئ. حلوه دي، سهله دي، مضاد يعاقب يكافئ. وجمع سرير أسرة، الله ينور عليك. ومعنى ترقرقت لمعت، معنى الترقرق لمع. وجمع، يا ترى عبرة ولا عبرة؟ تعال نشوف. بقول لي وترق يغالب عبرة، مش عبرة، العبرة اللي هي الموعظة، لكن عبرة يعني دمعة، وجمع عبرة ايه يا شباب؟ عبرات، تمام. معنى هجس، هجس جاء، هجس له خاطر يعني جاء له الخاطر ده. جمع وليد الله على دي بقى، والله العظيم محتاجة معجم،
يعني اتلخبط اجدع جدع زي ما بيقولوا كده يعني. طب استاذ طب ما انا جبتها، يبقى جبتها بقلب الام. انا يا استاذك رحت وشفتها في المعجم زمان اول ما اتعرضت عليا، هي ولدان، لان جمع اولاد مفردها ولد، ووليد وليده مفردها ايه؟ ولائد، جمعها عفوا اولاد مفردها ولد، ولائد مفردها ايه؟ وليده. انما وليد في المعجم هتلاقيه جمعها ولدان. ايوه يعني. اعرب ما تحته خط، الاعراب عندك اهوت. بص يا سيدي، برها سهله دي، زي نهارا، ظرف زمان منصوب بالفتحه. ساعات ولاد كتير يقولوا لي يا استاذ ايه لو سمحت، احنا حكايه الظرف ديت ساعات يقولوا ظرف مبني وساعات يقولوا ظرف منصوب. بص القاعده بتقول ايه ببساطه كده، بتقول ان كل الظروف منصوبه الا بعضها. يعني الاصل في انك تقول ظرف يعني منصوب على طول، لكن الان حيث امس اذا، هي دي ظروف يا استاذ؟ دي ظروف يعني الان وحيث امس واذا ديت، يعني دول الجمعه اللي على بالي دلوقتي على طول بتعرفوا ظرف مبني بقى. لكن غير كده في حاجات تانية مبنيه الخ يعني، بس دي اشهر الظروف المبنيه. دي ظروف مالها؟ ها، ظروف مبنيه، تمام. لكن بقيه الظروف بقى فوق تحت خلف امام بنقول على طول عليه ايه يا شباب؟ منصوب. بقول لي هنا بعد كده، بقول لي كانه يعاقب نفسه. دي اظن احنا تعرضنا لها كتير، وتذكر معايا قلنا التوكيد المعنوي عشان يتعرف توكيد معنوي التكرار يعلم ايه، قلنا الشطار. هنا ديت مفعول به منصوب بالفتحه. ليه ما عربناش توكيد معنوي؟ ما افكرك قلت لك عشان تعرب توكيد معنوي لازم يكون فيها ضمير. استاذ طب ما فيها ضمير، ويجوز حذفها. اللي يعاقب نفسه هنا يعاقب نفسه يعني يعاقب ذاته، هنا ما بتديش معنى التوكيد خالص. يبقى والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اللهم صل على محمد. بيقول لي بعد كده في حق اختي وزوجها المخلصين. صح كده، الناس برافو اللي كتبوها 10 على 10. ها كتبتها ايه؟ اهو شوفها، شوف على الشاشه انا كاتبها لك اهو. كاتبها لك ايه؟ ايوه نعت. ماله بقى؟ نعت الاخت وزوجته. طب اخت وزوجها، اخت وزوجها مش زوجته، اخت وزوجها. اخت دي مضاف اليه لان في الحق بتاع اخته، يبقى زوجته. ها زوجته وزوجها عفوا، يبقى ده ايه؟ معطوف مجرور. يبقى المخلصين نعت ماله يا شباب؟ نعت مجرور بايه بقى؟ بالياء، تمام، لانه مثنى. صح كده، لانه مثنى. قول لي ها ده خلاص كده الفقره السادسه حبايبي الطلاب كده خلصت، واحنا عارفين ان احنا كل ثلاث فقرات بناخد فاصل. والى فاصل جديد استودعكم الله الى ان نلتقي بعد دقائق، والسلام عليكم ورحمه الله.